اوكي يا شباب، وصلنا الى الشابتر الاخير تقريبا من لعبة انريفل. تقع هنا الشابتر الاخير، شابتر 7. Chapter 7 at the rapids, in which we find strength and light up the darkness. طبعا هذول حبتين صوف الزرقاء والحمراء تمثل الأولاد اللي يطلعوا في الفلاش باك، ما أدري ايش صار عليهم، ماتوا. هذا الجهل لعبة من أفضل الألعاب من ناحية الجرافيكس والموسيقى، يا ريلاكس معنى الكلام. لا 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 ما اعرف فين. لا لا خلاص، مشكلة لا تطيح. مش جيد في البلاتفورم. يا ابن الحق، انسان ركب. سويها قوية شوي. ايوه روح ابن الحلال. أخيرا شوف الولدين اللي فوق، هذا هم يمثلوهم. وش نسوي بالضبط اوكي، لازم يمديك هذا يلفها.
والله ستيل فهمت. طيب اوكي هذا ما اوكي هذا يقدر يصير اوكي بعدين هذاك يجر نفسه بهالشكل وروح فوق هذا بعدين هو يجر نفسه لا صرنا اثنين طيب ايش استفدنا والله معقدة اتوقع لحظة بعدين هذا يلتف على هذا ليش ما يجرب؟ هو لازم هذا لا ايوه طيب الحين هذا المفروض انه يقدر يوصل يس طيب الثاني وين اروح
نعم ترى أصحاب لي مثلا ما أدري إذا شغلي صح أو يموت ذا اوكي استنى هذا لا سارة ليش ما يروح؟ ولا فاهم واحد يروح بسرعة يعني بعدين اوكي الحين ننزل عادي اوكي
cover. عشان الخير هل نبي تكمل الصلاة قائم دي هي خلها تثبت كده تحضر هنا ايه هنا اسهل لا لا عبط يا
سلام. صار عندي دبل جن، واو صار عندي دبل جن. كيف؟ اوبا حلو الدبل جاب. لا لا ايوه وصلنا هذا swing. You can swing from glowing spark. هذا اوكا صح الحين صح. swing هذا swing فيها دبل. لا لا افضل يا
تعرف هذه؟ أوه لا لا اوه عادوني من هنا فوق هام والله من الوحيد ايوه لك كده طويل هالكتاب لا كان في فتحة لا والله ما في فتحة
فيكون أحوال. تقدر تربط؟ ترى تقدر. أتوقع أنك تربط. سويت
فأنا أرى. أخيرا أوف. واو يا ساتر. يمكن لازم ننفصل هنا. اوكي ما يحتاج والله دخت. يا ساتر ما أعرف إيش قصة الشياطين هذا. أوه صاحبهم البنفسجي والله طلع شلة أصفر وأخضر. إيش قبيلة يا حليلهم. واو مايكل جوردن سلسلها.
Love from bonds between us, but not to hold us back. They are meant to save us if we fall, or help us all climb higher. Yes, things break beyond repair sometimes, but we can always build anew if our fire ever fails. It just takes a single spark to set it off again. No matter how dark things get, we can all help light the way. We can make this life beautiful for ourselves and for each other, and we all deserve to be here, whatever shape or color we come in. Thank you for playing Unravel 2. We hope you enjoyed it. مشكورين وما قصرتوا يا شركة كولد وود. ورسالة حلوة في الأخير إنه يعني لازم إنك تبدأ من جديد. الأشياء اللي تنكسر في بعضها ممكن صعب ترجع زي ما كانت، بس يعني تتصلح. We have all had many different roads of on this project. Too many to mention. We tried to move away from conventional. Here we can let road wasn't always an easy process, but we got is democracy, equality, share it with. Okay, اسمع المطورين. يعني الرسالة الأخيرة إنك لازم إحنا كلنا نتعاون together عشان نبني حياة أفضل للكل، حتى لو يعني صارت عقبات أو أشياء انكسرت أو اختربت، نرجع مرة ثانية نبنيها نصلح. حلوة حلوة، والجرافيكس رهيب، والجيم بلاي بعد رهيب صراحة، متنوع ما مليت صراحة. لعبة حلوة تستاهل تلعبها ريلاكسين. أهنيهم والله الشركة، شركة كولد وود، إبداع في الجرافيكس، الميوزك مريح جدا. Special thanks from Cold Wood. شركة أتوقع بولندية، شركة في أوروبا، بولندا يمكن أو فنلندا، ما أدري إذا كانت إلكترونيك آرتس تملكها. إلكترونيك آرتس أكيد تدعمها، بس يعني بس لعبة حلوة. حتى الجزء الأول كان ممتاز، بس أشوف هذا يمكن أحلى. يعني الألغاز مش سهلة مرة ولا صعبة مرة، عاجبني مستوى الألغاز. يعني هدفنا احنا نولع المنارة. اوه ولعنا اخر صورتنا، باقي صورة هناك ما بلاش ما شغلها. هذا تبغى تلعب تشابتر 7 مرة ثانية، اتوقع يرجعوك اذا تبغى يعني التحديات وما التحديات. ما أتوقع فيه شيء. هذه كانت لعبة Unravel 2، أتمنى أنها عجبتكم. نشوفكم إن شاء الله في ألعاب قادمة وفي أمان الله.